اهلا بكم مشاهدينا ولقاء جديد في المجله السياحيه. المجله السياحيه هيكون معكم على مدار ايام شهر رمضان في مواعيده الثابته، لكن هيكون لنا لقاءات من مختلف المزارات السياحيه المصريه. هنتعرف سويا على تاريخ هذه الاماكن وايضا عدد كبير من الانشطه اللي بتقدم فيها. النهارده احنا في شارع المعز وورانا باب الفتوح، وعلى امتداد هذا الشارع عدد كبير جدا من المزارات السياحيه والاماكن التاريخيه المميزه. هذا الشارع اللي بيعتبر اكبر متحف في العالم للمزارات السياحيه المفتوحه واللي بتؤرخ لتاريخ القاهره المميز والمختلف. كونوا معنا في هذه الحلقه وفي الكثير من الحلقات القادمه عن مصر والمزارات المصريه المميزه. في إطار جهود وزارة السياحة المصرية للترويج للسياحة الدينية، التقى وزير السياحة يحيى راشد بفوج سياحي مكون من 520 سائحا من 20 جنسية مختلفة حضروا إلى مصر تحت اسم السماء المفتوحة، وهو الفوج السياحي الأول الذي جاء خصيصا لزيارة جزء من مساري رحلة العائلة المقدسة بالقاهرة ورحلة خروج موسى من أرض سيناء. وقد رحب الوزير بالفوج السياحي وبالشركة المنظمة التي أكدت أنه بعد نجاح الزيارة هذا العام سوف تقوم بتنظيم زيارة العام القادم لفوج به أكثر من 1500 سائح لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة. حقق قطاع السياحة نموا خلال الربع الأول بنسبة 54.5%، واستقبلت مصر 1,700,000 سائح مقابل 1,100,000 سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت عدد الليالي السياحية من 6,800,000 ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 14,200,000 ليلة بنسبة زيادة قدرها 108.8%. وارتفعت إيرادات السياحة من 545,300 دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 1,252,400 دولار خلال العام الحالي بنسبة زيادة قدرها 129.6%. استقبل مطار مرسى مطروح الدولي أولى رحلات التشارتر القادمة من مطار روما وعلى متنها 116 سائحا إيطاليا، وذلك مع بداية تدفق طائرات التشارتر للموسم السياحي هذا العام على المدينة والساحل الشمالي الغربي. وأكد المحافظ اللواء علاء أبو زيد أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة عدد الطائرات التشارتر حتى شهر أكتوبر القادم من مدن إيطاليا. أعلن هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الحملة الترويجية لمصر في السوق الإيطالي انطلقت من خلال 13 قناة تلفزيونية محلية، حيث تستمر في القنوات التلفزيونية لمدة 3 أسابيع تتبعها حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وفي سياق متصل أعلن رئيس هيئة تنشيط السياحة عن بدء الحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، والتي من المقرر أن تستمر طوال الشهر الكريم حتى عيد الفطر المبارك. وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على ترشيح الدكتورة عدلة رجب للتعيين في منصب نائب وزير السياحة. الدكتورة عدلة هي أستاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار لوزير السياحة لأكثر من 10 سنوات، وكانت تقوم بدور هام في دعم الشؤون الاقتصادية بوزارة السياحة، ولها العديد من الدراسات، وشاركت في العديد من الهيئات الدولية فضلا عن دورها في منظومة السياحة المصرية عبر مساهمتها في تنمية البرامج السياحية.
أهدت وزارة الآثار بالتعاون مع صندوق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية مجموعة من النماذج والمستنسخات الأثرية إلى متحف الحضارات الإفريقية بدولة السنغال، وذلك لعرضها بالجناح الدائم الذي تم تخصيصه لمصر بالمتحف. المجموعة المهداة تضم 23 نموذجا أثريا، من أهمهم تمثال الكاتب المصري، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون ونماذج أثرية تنتمي لعصر الملك إخناتون. يهدف إهداء هذا المعرض إلى تدعيم أواصر التعاون بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، إضافة إلى إظهار أحد أوجه الحضارة المصرية القديمة وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر. فالحضارة المصرية مكونا أساسيا من الحضارات الإفريقية ومهدا للحضارة الإنسانية. أعلنت البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار والتي تعمل في منطقة أغا خان غرب النيل بأسوان عن اكتشاف 10 مقابر أثرية تعود للعصر المتأخر من عصور الدولة المصرية. المقابر تبدأ بسلم متدرج يصل إلى حجرة صغيرة داخل كل مقبرة، حيث عثر بداخل المقابر المكتشفة على عدد من التوابيت والمومياوات تخص أصحابها. وسيسهم الكشف في دراسة المنطقة تاريخيا، خاصة أن المقابر المكتشفة تعد امتدادا طبيعيا لجبانة غرب أسوان والتي اكتشفت أوائل القرن الماضي، وتتكون من عدد من المقابر تخص أهم حكام مدينة أسوان خلال عصر الدولة القديمة والوسطى والحديثة. وقعت كلية الآداب جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للآثار بروتوكول للتعاون لتنفيذ مشروع حفائر منطقة المطرية. ووقع البروتوكول عن كلية الآداب الدكتور ممدوح الضماطي رئيس فريق العمل بالمشروع، وأستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب ووزير الآثار السابق، والدكتورة سوزان القليني عميدة الكلية، ومن جانب المجلس الأعلى للآثار الأمين العام للمجلس. وأكد الضماطي أنه سوف يتم العمل بالمشروع في 5 مواسم للحفر تبدأ في أكتوبر المقبل لمدة شهرين وتتكرر في نفس الفترة من كل عام، مؤكدا أن الجامعة تقوم بالتمويل بعد إقرار الميزانية المطلوبة للعمل. يعد الميناء الشرقي في الإسكندرية واحدا من أهم وأقدم موانئ العالم، غير أن هناك ما يجذب الانتباه أسفل سطح المياه في هذا الميناء، إذ يقوم غواصون وعلماء آثار بمهمة للمحافظة على التاريخ، حيث تنتشر آثار قديمة للمدينة في قاع البحر، وهي عبارة عن مجرد جزء من مدينة ملكية وقصر يقال إن أنطونيو وكيلوباترا عاش فيهما قبل أن يغرقا، غير أن المتحف الكائن في قاع البحر مهدد بسبب الكميات المتزايدة من النفايات والقمامة في الميناء المزدحم. احنا للأسف يعني في لقينا مخلفات كتير قوي بسبب المراكب بترمي مخلفاتها، الزيت، الزيوت وجراكن، نلنا بالمعدات كلنا ونلمينا من القاع كل الرابش. مع اقتراب اليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو، ينظم فريق من نشطاء البيئة عملية تطهير، حيث يقوم مكتب الأمم المتحدة في القاهرة بمهمة الغوص بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وأكثر من 20 غواصة بانتشال القمامة ومعدات الصيد والأغراض الأخرى. هذه البقعة من الإسكندرية مشهورة بالكم الهائل من الآثار الغارقة، والتي تقدر أو يقدر عددها بحوالي 11,000 قطعة آثار، وهي تحظى باهتمام بعض الدوائر الدولية وبعض الخبراء والمتخصصين، لذلك ارتأينا أن نسلط الضوء عليها في مناسبة مهمة جدا وهي يوم البيئة العالمي. ومنذ عام 1994 يستكشف علماء الآثار الأطلال التي تعد من الحفريات الغارقة في البحر المتوسط، حيث يوجد أكثر من 20,000 قطعة أثرية أخرى منتشرة في مناطق أخرى بسواحل الإسكندرية. مدينة ضخمة تحت البحر،
11000 قطعة أثرية بين تماثيل وأعمدة. وفي السنوات الأخيرة اكتشف علماء الآثار 10 مثيل أبو الهول في قاع الميناء، فضلا عن قطع أخرى يعتقد أنها منارة الإسكندرية والتي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بتجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني الإيازا من خلال تقييم معايير الجودة على البرامج والأنشطة التدريبية التي تقدم داخل الأكاديمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية. ويعد ذلك الاعتماد تأكيدا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال. ويساعد هذا الاعتماد الأوروبي على زيادة العملاء في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وشرق أوروبا وشبه القارة الهندية، حيث إن هذه الاعتمادات تعد ضرورية عند إجراء أي اتفاقات أو بروتوكولات للتعاون مع الشركات والهيئات العالمية والتي تشترط الحصول على هذه الشهادات. أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن حظراً على جلب أجهزة إلكترونية كبيرة إلى مقصورات الطائرات على خطوط معينة إلى الولايات المتحدة يؤثر على حركة الطيران بين الشرق الأوسط وأمريكا. وأضاف الاتحاد أن إجمالي الطلب على السفر جواً ارتفع من 10.7% في إبريل، لكن معدل النمو لشركات الطيران في الشرق الأوسط كان أبطأ من متوسط في 5 سنوات، وهو اتجاه لم تشهده المناطق الأخرى. أهلا بكم مشاهدينا، لقاء جديد في المجلة السياحية، لكنه لقاء مختلف هذه المرة. وطوال شهر رمضان هنلتقي في أماكن مختلفة من القاهرة. النهاردة إحنا في القاهرة القديمة، تحديدا في منطقة الأزهر، ومن داخل واحدة من الأماكن الأثرية المميزة وهي مجموعة الغوري، تحديدا مقعد الغوري. مجموعة الغوري فيها مجموعة كبيرة من الأثار والأماكن المختلفة اللي هنتعرف عليها النهاردة. ضيفي وضيفكم هو الأستاذ طارق غريب، مدير عام أثار الأزهر ومنطقة الغوري. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا بحضرتك أستاذ طارق. إحنا النهاردة في جزء من منطقة الغوري اللي فيها أكتر من أثر من الأثار، تقدر تقولي الأماكن دي مقسمة لكم مكان؟ لأن الناس كلها عارفة يمكن بيت الغوري بس ما تعرفش ان هو اكتر من جزء. اهلا وسهلا بكم وكل عام وحضرتك بخير. احنا في مجموعه الغوري، فكره المجموعات في الاثار الاسلاميه كانت موجوده من قبل السلطان الغوري، يعني في مجموعه السلطان قلاوون، مجموعه السلطان قايتباي. هنا مجموعه بقى اللي انشاها السلطان الغوري، مجموعه متكامله. مجموعه تتكون من جامع، قبه ضريحيه، سبيل، كتاب، حوش جنائزي، منزل، وكالة، حمام، يعني مجموعة متكاملة جماعها موجودة ما عدا الحمام، هو اللي انبسط، حمام السلطان الغوري انبسط، لكن مجموعة بصراحة موجودة وحالتها المعمارية والإنشائية ممتازة. بل أضاف للسلطان الغوري كمان السقيفة، سقيفة السلطان الغوري دي مش موجودة في المجموعات. سقيفة السلطان الغوري مقصود بها ايه يا استاذ طارق؟ السقيفة موجودة اللي هي السقيفة اللي هي الجزء العلوي المتأثر. السقيفة هو اسفلها محلات، محلات تجارية اللي هي المنطقة اللي احنا فيها النهارده، اللي هي الموجودة اللي احنا فيها دلوقتي. طيب ايه طبيعة الاستغلال بتاع هذا المكان؟ يعني احنا ده مقعد السلطان الغوري والسقيفة وتحتيه مقعد، كان ايه طبيعة الاستغلال لهذا المكان؟ هو احنا تحديدا موجودين دلوقتي في كتاب السلطان الغوري. الجزء ده كان بيشتغل ككتاب؟ ككتاب. أسفله بالضبط السبيل، معروف في العمارة الإسلامية إن السبيل يعلوه الكتاب، ودايما السلاطين كانوا يخصصوه لتعليم لتحفيظ القرآن لأيتام المسلمين، يعني الأطفال اليتيم مثلا كان يجيبوا ويحفظوا القرآن ويتولاه مراعي. بالإضافة للجامع كان فيه مدرسة، يعني المدرسة مقابل دلوقتي الجامعة، يعني مدرسة السلطان الغوري كانت تعتبر دي في الجزء المقابل لنا هنا، الجزء المقابل لنا ديت كان يجيب فيها الطلاب ويقيموا فيها ويدرسوا على المذاهب الأربعة.
يعني يدرسوا الدين الإسلامي على المذاهب الأربعة. ده وكانت الإقامة موجودة، يعني كانت تعتبر زي جامعة ومدينة الجامعية. كانت دي فكرة التعليم في العصر المملوكي. يعني القاهرة القديمة كانت فيها الحياة وحدات في عهد كل نقدر نقول عهد كل سلطان أو عهد كل من تولى أمرها في هذه الفترة. بس السلطان الغوري طبعا كان فكره ممتاز، يعني كان فكره ديني وتجاري خيري، يعني السبيل منشأة خيرية. طبعا انت عارفة كان المياه أو شرب المياه كانت مش زي دلوقتي، فكان عامل السبيل للمارة اللي هو يشرب مجانا. كان عمل للكتاب برضك تعليم منشأة خيرية. أما المنشآت التجارية عمل وكالة الغوري، دي منشأة تجارية ديت عشان ياخد الوكالة اللي هي في الجزء اللي هنا جنبينا بعدين على طول. الجامع بقى برضك في فكرة تجارية، ان هو جامع من الجامع المعلقة اسفلها محلات او اسفلها سوق. وعلى فكرة طب ده كان معتاد؟ يعني كان معتاد كان معتاد يعني ان يكون اسفل وسوق او محلات عشان المحلات دي كانت تصرف على الجامع او تصرف على المنشأة. ما يحتاجش مثلا ده فكرة اقتصادي متجدد. اقتصاد متجدد. وعلى فكرة احنا موجودين هنا، احنا دلوقتي فوق كمان سوق الشربشيين او اقدم سوق تجاري موجود في مصر يعمل سوق. حتى اسمه سوق سوق الشربشيين. اسمه كده لغايه النهارده؟ لا دلوقتي اسمه سوق الغوري. اسمه سوق الغوري، الناس كلها عارفه كده. بس فتره الانشاء او عهد السلطان الغوري كان اسمه سوق الشربشيين. بالنسبه لايه يا استاذ طارق؟ بالنسبه ان هو كان بيبيع ملابس الامراء والسلاطين في العصر المملوكي. وده اقدم سوق تجاري منذ نشاته لغايه دلوقتي، يعني هو السوق لسه شغال لغايه دلوقتي. يعني ما فيش سوق تجاري منذ نشاته يعمل حتى الان، لكن سوق الشربشين او سوق الغوري موجود ولسه لغايه دلوقتي موجود. اللي هيجي لهذه المنطقه سوق الغوري مشهور عالميا. سوق الغوري ممتد على مدار الشارع هذا الشارع العريق. ده مليان من 909 هجريه، يعني السلطان الغوري انشاه 909 هجريه. تمام لغايه دلوقتي او 1505 او 1500 لغايه دلوقتي احنا في 2017، يعني سوق ما من 1500 لغايه دلوقتي، يعني بقى له اكتر من 500 سنه وزياده يعمل سوق الشربشيين. احنا شايفين العماره ما زالت محتفظه بشكلها اللي احنا عارفينه عن العماره في العصر هذا العصر العصر الفاطمي وهذا الطابع المتميز. ايه التغيير اللي حل على هذه المنطقه؟ لا هو لان السلطان الغوري بصراحه كان انشا مجموعه متكامله وعمل فيها جميع العناصر المعماريه الاسلاميه. تمام. حتى السلطان سليم الاول لما جه الفتح العثماني، لما جه شاف الجامع بتاع السلطان الغوري قال ده قاعه تاجر على اساس البهرجه في الزخرفه. ده الغوري حتى ما سابش الحجر زخرفه. يعني حتى الزخرفه في الحجر ذات نفسه، وزخرفه بماء ذهب. تمام. السلك اللي هو كان بيركب على الشبابيك والسلوك ديت عمل عليها الرنك بتاعه، يعني زخرف السلك اللي هو بيركب على الشباك. زخرف يعني السلك اللي بتركب على الشباك. يعني شوف السلطان الغوري بصراحه كان مسرف في الزخرفه. فالسلطان العثماني قال لك ده قاعه تاجر، يعني مش جامع. وبعدين استخدم بقى جميع العناصر الزخرفيه الاسلاميه. يعني مثلا الكتابه هتلاقي الخط الكوفي، الخط النسخ. طبعا الخط الكوفي معروف كان في العصر الفاطمي. الخط النسخ كان موجود في العصر المملوكي، بدا من العصر المملوكي والعثماني. استخدم جميع زخرفه الخشب، الحجر، جميع العناصر الاسلاميه. مش ده كان معتاد عند الفاطميين بشكل عام، فكره الميل للزخرفه والاهتمام بالجماليات بس عند العصر في العصر المملوكي كانت موجوده، بس مش بنفس الطريقه اللي هو في العصر، لان العصر السلطان الغوري كان في نهايه العصر المملوكي. فاكتملت جميع الطبق المعروف اللي هو الطبق الزخرف النجمي. اكتمل في العصر المملوكي. استخدمه السلطان الغوري في جميع الزخرفه بتاعته، يعني زخرفه المنبر بتاع السلطان الغوري لما تشوفيه اللي هو موجود في الجامع عليها اطباق نجميه وزخرفه بصراحه. الباب ابواب المجموعه او باب الجامع برضك عليه زخرف وبنحاس. عليه جميع الطبق النجمي بصراحه مكتمل، يعني مش موجود. طبعا بدا في العصر العثماني يضمحل الزخرفه تضمحل. في العصر الفاطمي والايوبي برضك ما كانش يميل لنفس الزخرفه او المكتمله دي.
ده عن طبع المكان. المكان هنا اتغير دي عن طبيعته اللي متسجلة تاريخية. لا ما هو ما اتغيرش، هو يعني طبعا السلطان الغوري أنشأ بقول لك عناصر معينة لوظيفة معينة. القبة الضرحية مثلا أنشأها عشان يدفن فيها، تمام، بس للأسف هو ما دفنش فيها لأن هو اتقتل في معركة مرج ضارب وما جاش مصر، تمام، بس اللي مدفون فيها أو زوجته وأولاده. تمام، السلطان الغوري عمل حاجة في القاهرة برضك، كان أول سلطان يعملها اللي هو أنشأ الحوش الجنائزي. حوش الجنائزي ده طبعا كان معروف ان القاهرة اللي هي محاطة بالأسوار كان بيعمل فيها مثلا ايه، بيدفن فيها السلاطين وكذا، لكن عمل حوش جنائزي بقى عشان يدفن فيها أقاربه، الأيتام، الفقراء، اللي هو الموجود. الحوش الجنائزي موجود عندنا هنا في المجموعة. ده أول حوش جنائزي، يعني أول مثلا ممكن عامة الشعب يبقى يدفن جوه داخل مدينة القاهرة. كان طبعا معروف ان المقابر كل ده موجود هنا في المربع اللي احنا فيه ده. في المربع ده احنا فيه. الحاجه الحلوه اللي كان عاملها الغوري بصراحه، كان جايب في قبته هنا كان عامل خزانه او دولاب يعني لمقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ده فين؟ موجود في قبه الغوري اللي هي احنا في ظهرنا هنا على طول، اللي في ظهرنا دي. كان المصحف الشريف، وكان فيه شعر من الرسول، المصحف اللي هو بتاع سيدنا عثمان اللي هو قتل والدم بتاعه عليه كان موجود. كان ايه انطباع العامة في الفترة دي يا استاذ طارق عن المنطقة او عن المكان اللي بناه السلطان الغوري؟ هو كان في ظرفاء الشعب المصري كان يجي يقول لك انا رايح اصلي في المسجد الحرام النهاردة على واصدم على مسجد الغوري. طبعا كان انتشر على الغوري او السلطان الغوري ان هو اغتصب الارض اللي هي مقام عليها الغوري، المقام عليها جامع الغوري. تمام، والرخام والخشب من الحاجات ديت من عمائر مجاورة. تمام، فعشان كده اطلق عليه الشعب ان هو المسجد الحرام. النسبة كو برضك المسجد الحرام كان في اول شارع الغورية، وفي عندنا مسجد الحرام تاني في اخر شارع الغورية اللي هو مسجد مؤيد شيخ. مسجد المؤيد شيخ في نهاية شارع الغورية. الشعب المصري يقول لك انا رايح اصلي في الحرمين النهارده، يعني الحرمين نوع من انواع النقد عند الشخصيه المصريه من زمان. فكانوا ظرفاء الشعب المصري يعني يقولوا على المسجد الغوري المسجد الحرام. الشارع ده محافظ على طبيعه من زمان لحد دلوقتي ولا في تغيرات ايضا نبته؟ هو في تغيرات كبيره طبعا ما عدا العناصر الاثريه. نقدر لا العنصر الاثري محافظ على وجوده، محافظ عليه مجموعه الغوري مثلا. جامع الفكهاني، سبيل محمد علي، باب زويله، حمام السكريه، جامع يا شيخ، دول موجودين. هنا شارع الغورية بيتميز في حاجة لسه لغاية دلوقتي الشعب المصري لما بيجي برضه لغاية دلوقتي بيحب يروح يشوفها، هي مش مسجلة أصلا. ده مصنع للطرابيش اللي هي اللي كانت زمان اللي هي مصنع طرابيش. لسه موجود لغاية دلوقتي وشغال لغاية دلوقتي، يعني من قبل الثورة. مصنع طرابيش شغال لغاية دلوقتي؟ شغال حاليا لغاية دلوقتي. والناس بتيجي تزوره بصراحة يعني. وبتشوف طريقة الصنع بتاعت الطرابيش. طب بس بيشتغل كإيه؟ مش كمصنع أكيد، كمزار كده؟ لا مش مزار، لا كمصنع وبيبيع. بيبيع مين؟ طبعا بيبيع طبعا الافلام اللي بتمثل في الشيوخ، في بعض الشيوخ بيحبوا يلبسوا الطرابيش والحاجات دي. وفي طبعا الافلام والممثلين، في التذكاريه، الحاجات التذكاريه اللي بيجي يبيع يعني. الطرابيش لسه بتتباع لسه لغايه دلوقتي وبيجي يشتروها من المصنع منهم. طبعا الشارع الغوري بتميز برضك بتاع قصه نجيب محفوظ، السكريه. طبعا معروف ان منطقه السكريه موجوده جنب باب زويله في شارع الغوريه هنا. لان طبعا كان نفيسه البيضاء انشات وكاله جنب باب زويله على طول، وكان بيباع فيها السكر والحلويات والحاجات ديت. فكانت نسبه ايه؟ فالنسبه اللي حمام دي الحاجات السكرية. اللي حافظت على نفسها يا استاذ طارق في الشارع. دي الموجوده. لكن المحلات طبعا بقى بيت البيوت اللي بتتهدم وبتقام محلات وكده، دي حاجات جديده بقى ظهرت في العصر الحديث. في الفتره امتى؟ يعني من نهايه القرن 18 كده او بدايه القرن 19، يعني 1900 وشويه يعني. هل اثرت باي شكل من الاشكال على المعلم التاريخي او الاثر التاريخي؟ لا طبعا، ده هو المعلم التاريخي ادالها يعني، حتى بيطلق عليها لغايه دلوقتي سوق الغوريه او شارع الغوريه لغايه دلوقتي. يعني مجموعه السلطان الغوري اضافت للبتاع ديت، المحلات ديت بيجي لها ناس من بره يعني على اسم الغوريه نفسها يعني. الاثر هو اللي ادالها يعني، هي ما اثرتش على الاثر. بيجي لك زوار للمكان؟ اكيد طبعا بيجي زوار. ده احنا عندنا بصراحه مش للمكان هنا، باب زويله مشهور عالميا يعني. ليه شهره عالميه؟
غير اي باب من يعني عندنا باب النصر وباب الفتوح باب البرقيه باب لكن باب زويله لا شهره على مين واشهرهم اشهرهم ليه بقى ليه في حاجه شعبيه في حاجه تاريخيه في حاجه سياسيه طبعا اتعلق عليه رسل هولاكو لما هولاكو ارسل هنا السلطان قطز الرسل بتاعته عشان يدخل يحتل مصر راح شنقهم حطوا عبره طبعا اتعلق عليه طومنباي اللي هو بعد معركه مرج دابق وطومنباي وطومنباي طبعا كان جه دفن في حوش الجنائزي موجود هنا في البتاع ده في بقى الباب زويله واخد معتقدات شعبيه كان في برضك عامه الشعب كان بيطلقوا عليه بوابه المتولي ليه بقى لان كان في بيعتقدوا ان في شيخ او بيسكن في باب سويله اسمه القطب المتولي تمام ولسه لغايه دلوقتي في سفينه متعلقه على باب سويله السفينه ديت كانت الناس تيجي هنا بالليل الساعه 1 بالليل او 2 بالليل ويستنوا ان القطب المتولي ده هيركب السفينه ديت ويطلع يصلي في الكعبه ويرجع تاني طبعا في فتره ظهوره طبعا كان اللي عنده مرض معين اللي عايزه تتجوز مثلا يعني اللي عنده مشكله معينه كان يجي عشان لو شاف القطب المتولي وهو راكب السفينه وراح يصلي في الكعبه ورجع في نفس الليله كان يشفى مرضه او تلبى له طلبه يعني دي فكره القطب المتولي دي ظهرت في اي فتره تحديدا في يعني طبعا في العصر العثماني لان في نهايه العصر المملوكي وبدايه العصر العثماني وارتبطت بشخص فعلا وارتبطت بباب زويله ولسه كان لغايه فتره قريبه كان في ناس تيجي مثلا ايه اللي يخلع سنته او ضرسه يجي يرميها عند باب زويله او مثلا اللي عنده مشكله مرض معين كان يجي يعلق حاجه على الفات مثلا خيط او قماش او اي حاجه يعلق اي معلق على باب زويله عشان يشفى مرضه الناس لسه بتفكر كده لا طبعا خلاص لا ما لا مفيش حاجه وطبعا اطلق عليه باب المتولي متولي الحزبه كان متولي الحزبه اللي هو كان بياخد الضرايب من التجار كان يعني انا كان كنت اعرف ان بوابه المتولي من فكره من متولي الحزبه كان بيقعد بس القطب المتولي برضك في العصر العثماني فطبعا الاجانب بييجوا يعني بيجوا لنا ناس من جميع الجنسيات بيسالوا على باب زويله عشان بتكون ايه المعلومات اللي عندهم يا استاذ طارق؟ يبقى عارف ايه وعايز يعرف ايه؟ هو عايز يعرف لان عايز يعرف الباب ده لانه رمز سياسي اللي تعلق عليه رسل هولاكو اللي تعلق عليه طومنباي لان الفتح العثماني لما جه وانتصروا في الريدانيه وكده او قبضوا على طومنباي وشنقوه على باب زويله وطبعا كان ابن اياس المؤرخ العظيم طبعا بيحكي عن شنق طومنباي ويقول لك عامة الشعب قعدوا مثلا حوالي سنتين او ثلاثه وهو كل ماشي كل ما يعدي من باب زويله يقرا الفاتحه لطومنباي تمام باب زويله كمان مرتبط بدخول المعز في رمضان للقاهره وفانوس رمضان يعني برضك يمكن معظم الشعب ما المعلومه ديت كان باب طبعا الخليفه المعز الفاطمي ارسل القائد بتاعه جوهر الصقلي وانشا مدينه القاهره وجي بعدها بفتره يعني ما طبعا دخل من باب زويله يعني كان بدايه دخول القاهره من باب زويله كان الاطفال خارجين كانوا خارجين له وكان في رمضان وكان ليلة يعني ليلا واستقبلوه فاستقبلوه ففانوس رمضان طلع من باب زويله يعني ادى اهميه باب زويله باب زويله برضك في العصر المملوكي والعثماني كان اللي يجي السلطان مثلا او اي زائر لمدينه القاهره سياسي يعني مثلا سلطان من خارج البلاد جاي يقابل السلطان هنا في القاهره مثلا كان يجي يدخل من باب زويله وكان مثلا في ايام العصر الفاطمي ما كانش يعني كان بيجي مثلا راكب حصان مثلا او البتاع كان لازم يجي عند باب زويله وينزل مترجلا لغايه ما يمشي للقصر الفاطمي يقابل الخليفه الفاطمي ادى اهميه باب زويله ان هو كان بوابه عبور بوابه عبور للقاهره السياسيه يعني بوابه الامراء السلاطين اي رسول سياسي كان لازم يدخل من باب زويله وكان يجي عند الباب وينزل من على الراحله بتاعته ويدخل مترجلا استاذ طارق قول لي المكان هنا تعرض لعمليه الترميم قريب
المجموعة والجامع بصراحة هي الوكالة اللي نعرف انك اغلقت لا الوكالة والمجموعة هنا برضك ترممهم والجامع يعني الجامع تقريبا انتهى الترميم بتاعه في سنة 2000 المجموعة والوكالة 2006 او 2007 طبعا الوكالة والمجموعة طبعا مجموعة القاهرة التاريخية لكن الجامع كان تبع المجلس على الاثار يعني ليه طب وليه الفصل ما بين ده وما بين ده؟ القاهرة التاريخية لسه ما بدأتش ترميم القاهرة التاريخية ما كانش المشاريع بتاعت القاهرة التاريخية ما كانش لسه بدأت وطبعا كان الجامع الغوري اتعمل فيه حاجة كويسة في طبعا كان زلزال 92 طبعا كان الجامع خلاص انتهى يعني تأثر بشكل كبير طبعا لما جم عملوا مجسات فلقوا الجامع على طبقة هلامية من الطين يعني الأساس بتاعته رخوة خالص يعني خلاص الجامع يعني ممكن يحصل عملية مش ينهار بس يعني ممكن يحصل له هبوط في البتاع ده فطبعا عملية الترميم عملت بيسموها في عمل الترميم خوازيق الخوازيق ديت عملوا مجموعه خوازيق شالت الجامع كله بقى الجامع دلوقتي يعني نفهم من كده ان المجموعه بتاعت الغوري كلها تعرضت لعمليه الترميم بشكل جيد جدا تمام حصل برضك في الترميم بتاع المجموعه الغوري كانت تجربه فريده من نوعها كان العقود متفككه تمام فعملوا عمليه ربط بشركه اجنبيه اسمها شركه سنتك جت ربطت العقود بطريقه وجابت بتاع ما بيعملش اهتزازات ودخلت ان هو يربط العقد يعني انت عارفه العقود بتاعه الغوري كانت موجود فربط شركه سنتك ربطت العقود بتاعه مجموعه الغوري كامله فالجامع بصراحه بقى حالته المعماريه كانه لسه منشئ جديد طيب المكان ده مرتبط عندنا شخصيا بانه كان في مجموعة من العروض الثقافية بتتعمل في قصر الغوري شفناها في طفولتنا استمرت فترة طويلة جدا لكن اعتقد ان القصر اتقفل في مرحلة الترميم وما بقاش مكان لهذه العروض لا هو دلوقتي كان في قصر ثقافة الغوري موجود هنا واتنقل راح الدرب الاحمر بس ما صندوق ثقافية بصراحة لسه مستغل اماكن عندنا هنا في منطقة الازهر والغوري طبعا ما قبة الغوري هنا معروفة بالفنان اللي هو الفنان العظيم الدكتور انتصار اللي هو بيعمل رساله سلام انتصار عبد الفتاح ده رساله سلام طبعا مسمعها في العالم كله يعني مش في مصر بس يعني رساله سلام ديت للعالم كله مجموعه وكاله الغوري بيتعمل فيها حفله التنوره بيجي لها اجانب ما زالت لغايه دلوقتي يعني ده من اكتر الحاجات اللي بيحبها الاجانب بيجي لها يعني بصراحه مجموعه اجانب كتيره الحمد لله صندوق التنميه الثقافيه دلوقتي استلم عندنا في منطقه الازهر والغوري تكيت ابو الذهب عشان يعمل متحف نجيب محفوظ طبعا ليه شهره عالميه والاديب نجيب محفوظ فده كل نشاط صندوق التنميه الثقافيه او وزاره الثقافه في منطقه الازهر والغوري وطبعا في بيت العود العربي وفي ست وسيله والهراوي طيب المكان هنا بيشتغل فيه اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ما احنا ولا وقت الانشاء ولا حاليا لا دلوقتي ما دلوقتي طبعا مفتوح للزياره الاجانب بيجوا يزوروه بيجي يتفرجوا عليه وطبعا بيقام فيه النشاط الثقافي اللي هو بتاع الدكتور انتصار عبد الفتاح فقط دي الحاجات اللي بيستغل اللي بيشتغل في المكان حاليا طيب السلوك العامه هنا اللي هو طول الاسبوع في سوق بيأثر على المكان هو يعني بصراحه هو بيدي المكان طبيعه حيويه شويه يعني رونقه الطبيعي شكله الطبيعي يعني لما بتيجي مثلا الاجنبي بيجي يشوف مثلا بيشوف طبيعه الشعب المصري لما بيجي يشتري وخاصه هنا مشهور بالجهاز العرايس او الحاجات ديت تمام والحمد لله احنا هنا في المنطقه عملنا اكتر من ندوه في قبه الغوري هنا تمام وجبنا طبعا جبنا اللي هم لان المنطقه تجاريه جبنا اللي هم مستاجرين المحلات اللي عندنا اللي هم مأجر محل في الأثر تمام وجبنا اللي هم الطلبة أو اللي هم بتوع سكان المنطقة يعني الطلبة اللي هم الموجودين في المنطقة وسكان المنطقة وعملنا لهم أكتر من ندوة في قبة الغوري إن هم إن احنا نعرفهم بالأثر وقيمة الأثر وإزاي يحافظوا على الأثر بصراحة فإحنا وفعلا في استجابة في استجابة والحمد لله احنا متفاعلين معاهم إن هم بيحافظوا الأثر
لانهم هم دلوقتي هم اللي موجودين، يعني موجودين طول 24 ساعه موجودين، احنا موجودين مثلا فتره العمل الرسميه، هم احنا هم اللي بيحافظوا لنا على الاثر والحمد لله يعني ما فيش تعديات منهم. احنا سعداء ان احنا بنسمع الكلام ده، ان في نوع من انواع الوعي في التعامل مع الاثر التاريخي بهذا الشكل، في ذهن واعي لاستغلاله بشكل جيد. نتمنى ان احنا نشوف هذه المجموعه افضل ثقافيا، استغلالها ثقافيا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. استاذ طارق، ايه اللي بينقص المكان من وجهه نظرك؟ نعم، ايه اللي بينقص المكان من وجهه نظرك؟ يعني اللي بينقص المكان طبعا انا بشكر الاعلام، يعني انا بشكركم بصراحه ان وجودكم اليوم طبعا بيدي مكان للناس، هتشوف هتعرف هتيجي تزور. تمام، انا عندنا احنا اداره اسمها التنميه الثقافيه، مجموعه متميزه بننزلهم المدارس يروحوا يشرحوا اثار المنطقه للمدرسه، وبعد ما يشرحوا لهم في قلب المدرسه طبعا بعد بناخد الموافقات الامنيه ان المفتش يدخل المدرسه ويشرح اثار المنطقه، وبعدين بندي له جواب يجيب المدرسه بقى يزور الطلبه طبعا للمدارس المحيطه بالقاهره التاريخيه والمدارس بشكل عام، المدارس المحيطه بينا هنا بالقاهره التاريخيه. تمام، طبعا الدكتور خالد العناني كان حضر معنا تفاعليه من حوالي 6 أشهر تقريبا، ان كنا احنا جايبين مجموعه مدارس بتزور منطقه الاثار الازهر الغوري، وجه رحب بيهم هنا في قبه الغوري وقال لهم كلمه ورحب بيهم وقال لهم انا عايز مثلا بدل انت شفت المجموعه هات مثلا اصدقائك هات اسرتك وتعالى زور، وانا بدعو كل الشعب المصري دلوقتي تعالى. المكان مفتوح من امتى لامتى يا استاذ طارق؟ موجود مثلا من 9 ل 5 من 9 صباحا ل 5 مساء، ده في الايام العاديه. يجي لنا اهلا وسهلا، والمفتشين ما بيبخلوش عليه، بيقوم المفتش بيشرح له المكان وبيقول له على طبيعه المكان وشارع الغورية بالذات، يعني مش مجموعه بس، يعني تعالى شوف شارع الغورية جوله كامله. احنا يعني بندعو كل مشاهدينا ان هم يتشجعوا وييجوا يشوفوا مجموعه الغوري كامله، وزياره لشارع الغوريه بكل ما يحصل به من معالم شرحها لنا استاذ طارق النهارده، اعتقد انها بتكون جوله مهمه وممتعه. استاذ طارق غريب، مدير عام اثار الازهر الغوري، انا بشكرك على انك سحبتني في الجوله دي واحنا قاعدين يا وسهلا بهذا الشكل، وسحبت مشاهدينا ايضا. اتمنى ان يكون في اهتمام من عامه الجمهور، مش بس الناس اللي بتجي لنا من بره ولا السياحه الخارجيه، لا من السياحه الداخليه، بالاهتمام بالمكان ومشاهدته والحفاظ عليه. شكرا ليك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه، واهلا وسهلا بيكم. شكرا. مشاهدينا في الحلقه القادمه زياره اخرى مختلفه لكم معنا في المجله السياحيه. شكرا لكم.